توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة ليسود الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويشهد أيضا أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مساء. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة لليوم، حيث تكون درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 10 درجات والعظمى 18، في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16، في مطروح الصغرى 10 والعظمى 16، في بورسعيد الصغرى 11 درجة والعظمى 17. بالانتقال مشاهدينا إلى درجات الحرارة في شرم الشيخ، تكون درجة الحرارة 14 والعظمى 25، في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24، في الأقصر الصغرى 8 والعظمى 24، أما عن أسوان فتكون درجة الحرارة الصغرى 9 درجات والعظمى 25 درجة. للمزيد وللتعرف أكثر على حالة الجو لليوم ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة منار، وطمنينا الجو امبارح كان مشمس يعني ودافي يعني ينبئ بالخير، فإيه الأخبار النهاردة؟ صباح الخير الأول على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. إحنا اليوم الحالة الجوية تختلف تماما عن الأيام الماضية، يمكن احنا بنشهد تغير لمصادر الكتل الهوائية المؤثرة على جمهورية مصر العربية، كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، أيضا مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والطبقات الجو العليا، هيعملوا على حالة من التغيرات الجوية أهمها الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. يمكن درجات الحرارة تنخفض بحوالي 5 درجات عن الأمس، سجلنا عظمى على القاهرة 23 درجة مئوية، اليوم متوقع تكون العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية خلال فترة النهار، فالطقس هيكون طبعا مائل للبرودة خلال فترة النهار، شديد البرودة خلال فترة الليل. أيضا ثاني عنصر، في نشاط للرياح، سرعات رياح هتكون ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة، فده هيزود أكتر إحساسنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، يخلينا نحس بقيم درجات حرارة عالية كمان اللي ذكرتها مع حضرتك، بالإضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيوصل ل 5 متر او ازيد من 5 متر على البحر المتوسط اليوم، فاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه. العنصر الثالث طبعا هو سقوط الامطار، عوده سقوط الامطار على سواحلنا الشماليه للبلاد. الامطار والشبوره دكتور كنت عايزه اسال عنهم الحاجتين الحقيقه. هي الامطار ان شاء الله هتبقى معانا النهارده وبكره ان شاء الله، امطار خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري، ايضا الامطار هتمتد مساء اليوم للقاهره الكبرى وهتستمر معانا الغدا، لكن الامطار اللي هتبقى على القاهره الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري هي امطار خفيفه جدا، مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. يمكن كميات الامطار في الحاله دي او اليومين دولت هتبقى اقل طبعا من اللي احنا شاهدناهم الايام الماضيه. الشبوره المائيه احنا طبعا انخفاض في درجات الحراره هيستمر معانا اليوم وغدا، من يوم الجمعه هنبدا نشهد تحسن في الاحوال الجويه، وطبعا سرعات الرياح هتعتدل فتبدا الشبوره المائيه في الظهور مره اخرى في الصباح الباكر. نعم، بغض النظر عن القاهره والوجه البحري يا دكتوره منار، بالنسبه لمحافظات الصعيد والوجه القبلي، هي محافظات الشمال وجنوب الصعيد بتشهد استقرار في الاحوال الجويه من حيث الظواهر الجويه، من حيث طبعا سقوط الامطار، لكن طبعا هتشهد انخفاض في درجات الحراره اليوم وغدا باذن الله، متوقع العظمى على بعض المناطق من شمال الصعيد توصل 18 درجه مئويه، بعض المناطق طبعا من جنوب الصعيد، اليوم لسه الحراره مرتفعه على جنوب الصعيد هتكون 25 درجه مئويه، غدا هتكون 19 درجه مئويه، ففي انخفاض في درجات الحراره وتباين في درجات الحراره في اليومين دولت، مع طبعا وجود نشاط للرياح، لكن فرص سقوط الامطار على شمال وجنوب الصعيد نعم، الحمد لله مش موجوده، هي الامطار هتبقى للقاهره الكبرى فقط. بتوجه اليكي بجزيل الشكر دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك.